طيب بس أذنك ندخل بقى على مجموعة بحري، اوكي. مجموعة الموت دايما بتقول عليها. مجموعة الموت، يعني نتكلم في الثمان فرق، يعني ممكن مع تقدم المنافسات، فخلاص فاضل 3 ماتشات في المجموعة، مع تقدم المنافسات ممكن نلاقي العدد ده تقلص، بس الصعود في مجموعة بحري لحد آخر دقيقة في آخر جولة يعني. مش معروف كم فرقة، طب يعني حوالي كم فرقة بتتنافس على المركز الأول؟ احنا ممكن نقول 6 7 فرق بتنافس على المركز الأول وكلها جماهيرية. أمثلة نتكلم طيب منها مين؟ أسامي. منصورة، دمنهور، طنطا، أولمبي، أبو قير، غزل المحلة، بلدية المحلة، كله ضرب نار يعني. كل ده فرق النقط ما بينهم مش كبير. نقطة 2 يعني. طيب أهم اللعيبة برضو اللي موجودة في بحري. أهم اللعيبة في بحري، خلينا نقول إن طنطا عبد الرحمن الدح مواليد 97 ونجم فرقته، وده هيكون دوري ممتاز. من الناس اللي أنت متوقع يعني يعني ده، وهيكون يعني خلينا نقول إن غربية هي منبع النجوم زي ما بيقولوا يعني. فعبد الرحمن الدح يعني ممكن يكمل مسيرة صلاح والنني والمحمدي، كلهم من أهل الغربية يعني، فده هيكون ليه مستقبل كويس. في مثلا في بلدية المحلة في علاء شعبان، في محمد نصر، في أبو قير الأسمدة، في أحمد غنيم، في المنصورة أحمد راشد وهريسة، في الأولمبي، في كريسبو، دي مجموعة بالنسبة لعيبة كبيرة. دي في دمنهور لاعب أفريقي كويس اسمه كيرفالا، ده لاعب كويس متوقع جدا. برضه انه ممكن في الممتاز يفرق. بص، اللعيبه الافارقه دايما بيبداوا من يعني، فاكر انت رزاق سيسيه اللي كان في الزمالك وبعدين الاتحاد، ده بادئ من اسوان. في ايريك تراوري اللي حاليا في بيراميدز ومقصه، بادئ في اسوان. سيلا برضو بادئ في اسوان، انت قصدك ومتوقع بيبداوا درجة تانية بعد كده يعني بيبانوا في هو بياخدوا الممتاز. على اللعب، والانديه بتشوف يعني، الانديه بتحب تشوف على الطبيعه وتشوف في الجو المصري او في المنافسات المصريه، ما بيحبش يشتري لعيب من يوتيوب يعني. دايما عندنا مشكله اللعيب الافارقه اللي احنا بنشتري زي ما بيقولوا بطيخه بقى، انت ما تضمنش اللاعب ده هيجي يتالق او هيجي، عندنا دايما امثله اللعيبه كتير. الافارقه كده بيبقى يا اما بيبقى حاجه جامده قوي يا اما ما بيبقاش فيه خالص. فدايما يعني من الامثله اللي انا قلتها لك، سواء رزاق سيسيه او ايريك تراوري، اعتقد ان احنا اللعيبه الانديه المصريه لازم في الممتاز لازم تبص على القسم الثاني في لعيبه افارقه كويسين يعني. مين المتزايل في مجموعه بحري؟ بحري، سيدي سالم وتالا هبطوا رسميا. خلاص يعني هما لسه طالعين وهبطوا ورجعوا تاني. في تحت برضو في بحري في انديه كويسه جدا، وكانت بتنافس السنه اللي فاتت زي كفر الشيخ على الصعود، كانت هي وحرس الحدود بينافسوا على يصعد الدوري الممتاز، حاليا بتصارع عايزه تهرب من الهبوط. في زي فاركو، يبقى الناديين دول يعني في وقت من الاوقات كانوا بينافسوا على الصعود، حاليا بينافسوا عشان يهربوا من الهبوط. في الجزيره، في الحمام، الاتنين من مطروح يعني. زي خلينا نتكلم من مجموعه بحري، يا بتنافس على الصعود يا بتنافس على الهبوط، كل مفيش حل الفرق وسط. كلها صعودة وكلها 14 فريق، ممكن نقول 8 بينافسوا على الصعود وفي 4 هينزلوا يعني، كلهم على الهبوط لدوري يعني الدرجة في الثالثة. 6 هبوط و8 بينافسوا على الصعود يعني.